أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن تفكيك شبكتين تابعة للقاعدة صباح اليوم الجمعة في سبتة رجيب الإسباني في شمال المملكة المغربية وتوقيف 8 أشخاص. وقالت الوزارة في بيان لها: فككنا شبكة مسؤولة عن إرسال مقاتلين إلى مجموعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة تعمل في سوريا، موضحة أن الموقوفين سيلاحقون قضائيا بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.